المجموعه اليوم غتلقى مع مجموعه اخرى هي مجموعه ذهبيه بكل المقاييس، هي مجموعه اغنت التراث المغربي والاغنيه المغربيه في شق الطرب الاندلسي، ولما لا وهي ايضا لها يعني اسم كبير غني عن كل تعليق من عمداء الفن المغربي داخل وخارج ارض الوطن. اعزائي عزيزتي، كيشرف مدينه تيرودانت وكيشرف الدوره الاولى من فعاليه المهرجان انها تستقبل من طبيعه الحال الحاج محمد بريول اللي هو من طبيعه الحال قائد والمايسترو ديال الجوق الاندلسي الغني عن كل تعليق واللي يشرف المملكه المغربيه داخل وخارج ارض الوطن من خلال الحضور في مجموعه من المهرجانات والمحافل الوطنيه والدوليه. اعزائي عزيزتي، فقط كنذكر بان هذا العمل اللي غنشوفوه الان هي توليفه بين السيمفونيه الامازيغيه، الجوق الامازيغي بالسيمفونيه ديالو ومن طبيعه الحال الجوق ديال السبريول، وهذه اللحظه يعني لا اكيد اننا ما غنشوفوهاش بزاف، لكن تحتنا الفرصه اننا نحتفي بها ونفرحوا بها من خلال مهرجان تيرودانت، مهرجان الدولي للمقام الخماسي. صفقتكم اعزائي عزيزتي، نستقبلوا الان ايتما ديستما ميدام مادموزي ميسيو، نستقبلوا الان فوق هذا المنصه الفقره الثانيه من اقوى لحظات المهرجان الجوق الاندلسي برئاسه الحاج محمد بريول، وايضا توليفه واقامه فنيه مشتركه مع كل من الجوق السيمفوني الامازيغي الخماسي. وتصفيقتكم المايسترو السيمفونيه الامازيغيه الرئيس الحسن عيد حمو، عن طبيعه الحال سفير الطرب الاندلسي في العالم وفي المغرب الحاج محمد بريول. نخليكم هذه الفقره الفنيه ونلتقي بعد لحظات. شكرا. تنمت Thank you.